لو الحكاية فيها إن فيدي. نروح بعد كده لبرج الجدي. مواليد الجدي النهاردة عندهم القمر في منزل الحب، ومواليد الجدي النهاردة ممكن يكون عندهم طاقة عاطفية هايلة وعندهم فرصة انهم يقضوا اوقات حلوة مع الاحباب، لان بيميلوا اكتر للرومانسية وعندهم مشاعر ايجابية جدا ممكن يعبروا عنها. كمان النهاردة لو عندهم اولاد مواليد الجدي، لو عندهم اولاد هيكون عندهم الفرصة ان هم يتواصلوا بصورة افضل مع اولادهم ويحققوا قرب اكتر منهم. كمان مواليد الجدي اللي بيحبوا يلعبوا رياضة، النهاردة عندهم يوم رائع لممارسة الرياضة. فيه.